السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين الفاف تحسم ملفات 3 لاعبين جزائريين من مواهب شابة في الدوريات الأوروبية. يعني غير نتوما اللي غادي تقعدوا تتنابحوا وحدكم، هادو أعداء الجزائر، أرامل اللي موريتانيا كتلت لهم يعني راجلهم، وبقوا أرامل بقوا يتنابحوا مثل الكلاب، وسوف يسكتون في مع العظمة الأولى، يسكتوا يقعدوا يلعسوا في العظمة الأولى. يعني قاع ما تخدموش، ما تبقاوش تقلقوا قاع. يعني وين جيل ذهبي ينتظر الجزائر في المستقبل القريب إن شاء الله. جيل ذهبي كاين لاعبين إن شاء الله بربي، ناس هذو كما قال هذاك مسيلمة كذاب، قال لهم والله ما تزيدوا، اقسم بالله ما يزيد يجي عندكم لعاب. يا البوالية، يا اسبانيولي ميتشو موتشو، يا اولا تحلم تقسم بالله على او تقسم. انا بانت لي انت من قلتها كيما هكا، عباك بانت لي انت اللي تمد الفيزا في اوروبا كومبلي اللي يدخل الجزائر، انت اللي تمد له الفيزا، ولا بانت لي انت اللي خدام في الفيفا تمد الوثيقة تغير الجنسية. بانت لي بلي نتايا مسيلمة الكذاب، عمو هشام العريضة، الحلو في غوص. بانت لي نتايا وين شهد، يعني وين يشهد مشهد الكروي الجزائري تحولات كبيرة، حيث يبرز جيل جديد من اللاعبين للموهبة الذين يمثلون مستقبل المنتخب الوطني. هؤلاء اللاعبين الذين يشاركون في أندية أوروبية كبيرة أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المنافسة على أعلى مستويات. هذه هي وين سوف يكون قادري إلياس بن قارة، يعني قلب الدفاع المثالي. هذو اللي غادي يكونوا، هذو اللي غادي يبدوا المشعل يعني في الدفاع تاع الجزائر، يعني في وسط محور الدفاع. وبرز اسم قادري لعاب العربي القطري والمنتخب الإسباني تحت 19 سنة كأحد أبرز المدافعين شباب في أوروبا، وقد أثبت موهبته الكبيرة وقدرته على قيادة في قلب الدفاع، مما يجعله خليفة مثالية لماندي ورامي بن سبعيني في المستقبل. يعني وين هذا قادري، هذا بغاو يخطفوه يدوه القطر. بصح انا ضد، نشكروا الناس اللي نوضوا هذا كشفناهم عادية. اما الياس بن قارة اللاعب دورتموند الالماني، فيعتبر من ابرز المدافعين الشباب في العالم، يتميز بالبنية يعني الجسمانية القوية وقدرة الدفاعية العالية، مما يجعله عنصر أساسي في خط الدفاع أي فريق. إبراهيم مازا صانع ألعاب الموهوب، إبراهيم مازا لعاب خط الوسط لمواهب يعني الموهوب، بعد إضافة قوية، وين يعد إضافة قوية للمنتخب الوطني الجزائري، ويمتلك مازا رؤية ثاقبة للملعب وقدرته الفنية العالية، مما يجعله قدرة يعني قادر على صناعة الفرق في المباريات. يعني وين يحب على وين يجب على الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحفاظ على هذا اللاعب الواعد وعدم تهميشه، فهو يمثل مستقبل الكرة الجزائرية. رايان بن عيد ويانيس تنهاجي ثنائي هجومي واعد، هذه باش يكون على بالكم. وين لازم غادي راني ندير لايف اصاحبي. رايان بالعيد مهاجم اتلتيكو مدريد، ويانيس تنهاجي لاعب يعني المعار من ريال بيتيس، وين عاود ولا هما يعني اثنان من ابرز المهاجمين الشباب في الجزائر، وقد اثبت جدارتهم في الفئات العمريه وتواجد يعني مع التواجد مع المنتخب الاسباني تحت 19 سنه يعني بلقب البطولة الأوروبية. ويواجه اتحاد جزائر كرة القدم تحدي كبير يتمثل في الحفاظ على هؤلاء اللاعبين الموهوبين وإقناعهم باللعب للمنتخب الوطني الجزائري. يجب
على الاتحادية أن توفر لهم كل الظروف الملائمة وأن تعمل على بناء فريق قوي ومتماسك يضم هؤلاء اللاعبين الشبان إلى جانب لاعبين يعني مخضرمين في المستقبل. هذه هي خويا يا ديب العمل بوي بوي، لازم الخدمة، ما كاش نقرا كاع، العمل ثم العمل. هذه هي العمل ثم العمل، ما التالي كاع خرج عليها، لازم لنا الخدمة. الدمير برك ما نقراوش كاع، وفانيك منهم البطولة الجزائرية، فانيك يوجدوا روحهم، فانيك يخدموا. هذه هي يوجدوا روحهم يخدموا ان شاء الله بربي، يعني ويكونوا في المستوى ان شاء الله، ويكونوا في المستوى اخويا. باش يكونوا في المستوى، شو بير هدرنا على عقبه. تقديم هذاك داروه حاجه كبيره، وين عقبه فريق قادم من القسم الثاني، وين تقديم دروس في التنظيم والاحترافيه للانديه النخبه، يعني وين شاهدنا ملعب عقبه صوره لم نعودها من قبل في البطوله المحترفه، من تنظيم محكم متكامل بوضع شعارات البطوله مرفوق بشعار ناديين وعارضة داخل تزين الملعب رغم بساطته. يا الله حاجة كبيرة دارو هادوك، حاجة كبيرة يا لوي راهي. اسلوها لي، شكرا لكم اودي الانصار تاع عقبو. سيد علي هذا، يا لوي راهي صورة شابة داروها، ملعب بسيط صغير منها تاعهم، بصح حاجة كبيرة داروها. يا لوي راهي، يعني الشعار تاع الأندية احترافية كبيرة داروها. لا شتا، لا يعني ويقدموا لهم كيفاه. حاجة كبيرة كاع، عاودي هاذي قلنا على بالك، نعاود نولي نولو الموضوع تاعنا. منتخب وطني راه جاي بقوة بخطة ثابتة، يعني ماشي همجية، ناس ماهيش همجية، الناس ما جات تخدم همجية ولا جات تصفي حسابات، ولا انتوما راكم تتنابحوا، يعني هذيك اللي تقود في قطيع، هذيك الحمارة الناشفة، هذاك مسيلمة الكذاب، هذو ما شوف هذو الناس ينقلبوا، هذو ضرب نربحوا ضرب من الناس ينقلبوا نور، هذاك مسيلمه الكذاب وهذاك بو كلبه ينقلبوا بالخف ينقلبوا. راه ديجا دار على محرز، كان من 2019 هو محرز 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 محرز، راه دار على محرز، راهي عايش في محرز، قالوا 2020 يا محرز كان كي والو، هو كان كي تقول محرز تقول عايرت له امه، راه يدوروا نورمال. ومحرز غادي يعاود يكذب، با صاي كي هذا راه يكره محرز، محرز غادي يطيح له الجنابه ويولي يلعب مليح، خاطر على هذا كان ملصق فيه الجنابه. هذا ما قالك هذه ديك الحمارة الناشفة، وهذو القنوات، واحد القنوات راهم يهضروا تلفزيونية راهم يهضروا، هذا مكان الاخرين كاع كلاب، الاخرين كاع كلاب، ينقلبو كي كلاب نورمال عادي. قرا على وجهها، أنا نقولكم انا نقولها لكم. المهم ان شاء الله هاي جايه، راهي جايه وتعاود تولي الافراح، ما قالك ربي يطول اعمارنا، وغادي تشوفوا اللعابه كيفاش تشوفوها. اقعدوا تهضروا،
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.